الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تراجعت أسعار النفط بعد تزايد عدد الإصابات بمتغير أوميكرون، ما أثار مخاوف من فرض قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود. وأغلقت عقود خام البصرة على 73 دولارا و90 سنتا بنسبة 1.90% ليحقق خسارة أسبوعية بلغت دولارا أو ما يعادل نسبة 1.43%. وأنهت العقود الأجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض بنسبة 2% إلى 73 دولارا و52 سنتا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 70 دولارا و86 سنتا للبرميل. وتراجع برنت بنسبة 2.6% على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3%. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تشريع موازنة عام 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال صالح إن السنة المالية تنتهي في نهاية يوم 31 من شهر كانون الأول عام 2021، ويبدأ العمل مباشرة بقانون الإدارة المالية النافذ، أي من اليوم الأول من شهر كانون الثاني عام 2022، بالإنفاق بمعدل 1/12 من المصروفات الفعلية المستمرة لعام 2021. وأضاف أنه يتم الاستمرار بذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة. كشفت وزارة الزراعة أن بعض السيطرات تقوم بحجز سيارات محملة بالمواد العلفية من دون مسوغ قانوني. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف إنها لاحظت في الأيام الأخيرة وجود معوقات لا حاجة لها في بعض السيطرات بشأن انتقال المواد العلفية التي تشمل الذرة الصفراء وفول الصويا والإضافات العلفية. وأكد أن الوزارة وجهت العديد من الكتب الرسمية لجميع السيطرات بشأن تسهيل مرور الأعلاف، وذلك لشحنها محليا وحاجة مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الدواجن إليها، مشددا على أن الوزارة تحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية عدم تنفيذ كتبها الرسمية بهذا السياق. أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار. وقال الصندوق إن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق، مضيفا أنهم يحتاجون إيجاد استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية من أجل تعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر خلال السنين المقبلة. قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن بلاده تهدف للربح المشترك مع أفريقيا والمضي معا نحو المستقبل. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزارة خارجية الدول المشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية المقامة في مدينة اسطنبول. وأشار الوزير التركي إلى مشاركة 16 رئيس دولة وحكومة في القمة بجانب 100 ووزيرين اثنين، بينهم 26 وزيرا للخارجية. وأضاف أن هدف بلاده هو الربح المشترك مع أفريقيا في ظل علاقات استراتيجية طويلة الأمد. ختام الموجز، إلى اللقاء.